السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع، الصف الثامن، التمرينات، أنواع الوثبات. الإعداد البدني العام، المشي حول خطوط الملعب مع المحافظة على استقامة الظهر والنظر للأمام. الجري حول الملعب، الوثب بخط مستقيم مع ثني الركبتين للأمام ولأعلى. الوثب بخط مستقيم مع فرد الرجلين للأمام ولأعلى بالتبادل. أداء الزحلقة الجانبية لأحد الجانبين والرجوع بالجانب الآخر. عمل الحجل عالياً مع مرجحة الذراعين. الإعداد البدني الخاص، من الوقوف عمل توقيت بالمكان. من الوقوف ميل الرأس يميناً ثم يساراً. من الوقوف فتحاً ميل الجذع أمامًا ولأسفل ومحاولة لمس الأمشاط بالتبادل. من الجثو ميل الجذع للخلف مع الثبات ويكرر. من الوقوف مسك البار جانباً ومحاولة الوقوف على أمشاط الأصابع ثم النزول. نفس الوضع السابق مع رفع الرجل جانباً ولأعلى بالتبادل. من الوقوف السند لمواجهة البار مع رفع إحدى القدمين للخلف ولأعلى بالتبادل. من الوقوف مسك كرة صغيرة عالياً وتبادلها لإحدى الجانبين. من الوقوف فتحاً مسك كرة مطاطية ولف الجذع يميناً ثم يساراً. الجزء التعليمي، الوثبة المفرودة، الوثب بالقدمين معاً على علامات موضوعة على الأرض، السند على البار للوثب بالقدمين عالياً. نفس التدريب السابق مع التدرج بالارتفاع بحيث يكون الظهر مفروداً. أداء الوثبة المفرودة على سلم الوثب.
الوثب بالقدمين عاليا للمس كرة عالية. أداء المهارة على الأرض من الثبات. أداء الوثبة المفرودة من المشي ثم التدرج بالسرعة. الوثبة المقوسة. أداء الوثبة المقوسة على الأرض من الثبات. أداء الوثبة المقوسة على البار مع التدرج بالارتفاع بحيث يكون الظهر مقوساً. أداء المهارة محاولة لمس طوق عالياً وللخلف للإحساس بالحركة. أداء الوثبة المقوسة من المشي. أداء الوثبة المقوسة مع التدرج بالسرعة. وثبة النجمة. من الوقوف السند لمواجهة البار وأداء الوثبة مع فتح الرجلين جانباً ولأعلى مع التدرج بالارتفاع. أداء وثبة النجمة على الأرض من الثبات. أداء وثبة النجمة من المشي. أداء وثبة النجمة ثم التدرج بالسرعة. الجزء التطبيقي. التدريب على خطوات واتجاهات الجملة الحركية. أداء الجملة الحركية التي تم تدريسها وربطها بأدوات الربط والرشاقة. الجزء الختامي. من الوقوف أخذ شهيق ثم زفير مع دوران الذراعين عالياً.
من الوقوف ميل الرأس لأحد الجانبين والثبات. من الجثو ميل الجذع جانبا مع رفع إحدى الذراعين عاليا وميلها بنفس الاتجاه. من الجثو ميل الجذع للخلف مع مسك مفصل القدمين والثبات. من الوقوف كعب رفع كعب خفض ثم الانصراف. وفي الختام نشكر لكم حسن استماعكم ونلقاكم في الدرس القادم.